في ذلك اليوم واجهت البشرية كارثة حقيقية، ولأول مرة منذ 100 عام نعيش الرعب المطلق. وكأن الحائط الذي نعيش فيه أصبح قبرا لنا. هاي انت، وش فيك انهبلت؟ وش صار يا مس فراولة؟ من متى وانت هنا؟ جيت ادور عليك يا اخي، لي ساعة اجمع حطب وحضرتك نايم هنا، لا شغل ولا مشغلة، بس نوم، حرام عليك يا اخي. اوه اسف، قلت ابي انام شوي. يلا قم تحرك، يلا لازم نروح امي اكيد سوت الغداء. طيب يلا. واو وش هذا الحلم الغريب؟ اول مرة بحياتي احس بالخوف هذا. يلا انت بتجي ولا بروح اسيبك؟ وبعدين وش فيك تبكي؟ بزر انت؟ ها؟ الجدران هذه سوف تحمينا، يجب عليكم أن تدافعوا عنها، نحن خدم الجدار، انضموا لنا، يجب أن تستمعوا لكلامنا. اسمعي لا تقولي لحد أني بكيت، فاهمة؟ مو مهتمة بصراحة. بعد الأساس مو أول مرة تبكي أنت. أوه مستر ماس، هلا كيف الحال؟ أوه هلا مستر دجاجة، وش تبي؟ شكلك كنت تبكي صح؟ لا ما كنت أبكي، وش تبي أنت الحين؟ يب بكى. انت اسكتي برضو، وش دخلكي؟ هي واضح يا رجال. المهم ما تبي تجي تلعب معنا شوي؟ ألعب معكم أنتم أنتم مو مهمتكم أساسا كنت دافعوا عن الجدار، وش هذا البرود فيكم جالسين تلعبون هنا؟ الجدار؟ يا شباب يقول خلنا ندافع عن الجدار، يا رجال الجدار له 100 سنة ما حد اخترق، تبينا احنا الحين نسيب اللعب والفلة هذه اللي احنا فيها وروح ندافع عن الجدار اللي ما حد بيقدر يتعدى؟ من جدك انت؟ يا رجال خلنا نوسع صدورنا بلا نكد. فعلا انتم فشلة ما يعتمد عليكم ابدا، وش بيصير لو اخترق الجدار؟ يا جماعة فرقة الاستطلاع رجعت. مس فراولة يلا خلنا نشوفهم. والله العظيم كلهم راحوا فيها يا رجال، وش اللي صاير يا رجال؟ والله انهم فشلة هذول، ما منهم اي فايدة. اي انتم مين اللي رماني؟ تعال يا ورع والله لوريك شغلك. انت لا تقول لي انه لسه تبي تروح مع هذه الفرقة، انت جالس تشوف انهم ميتين متقطعين رايحين فيها، وش تبي فيهم يا اخي؟ اي وش فيها؟ ابغى اكون منهم، ابغى اكتشف العالم، احس اني محبوس هنا في 4 جدران. من جدك انت؟ وانت اساسا محبوس في 4 جدران يا شاطر. المهم يلا روح البيت، انا جايع كثير. هاي يما هذا البقره يبي ينضم لفرقه الاستطلاع. ها من جدك انت وش تفكر فيه؟ ايش تفكر فيه انت؟ غبي ولا ايش بالضبط؟ وين عقلك يا اخي يا اخي، صير زي ابوك دكتور. وش تبي بفرقه الاستطلاع؟ تبي تموت؟ ما تبي تعيش انت؟ تبي تجنني؟ لا ابي اطلع برا يا اخي، ابغى اشم هواء، انا مو بهيمه انحبس بجدار. تكلم مع ابنك يا اخي، غير قناعته، وش هذا اللي جالس يقوله؟ شوفي ما راح تقدري تغيري قناعاته، ده ما هي بيطلع، خليه ينقلع. شوفي يا ولد انا راح اطلع الحين، ولما ارجع راح اوريك هذا القبو السري اللي ما خليتك تطبه من زمان. والله من جد كفو. ايوه تقولي ان العالم فيه محيطات وما اعرف ايش. من جدك انت تتكلم؟ مسوي نفسك ذكي يا هبهب؟ ها مسوي نفسك ذكي ترك ثور. العالم شاسع جدا، العالم هذا مليء جدا بالاشياء الغريبه، السماء مليئه بالاسماك، والمحيطات مليئه بالفيله، والطيور تعيش وتركض بالبراري. صدقوني هذا انا شيء قراته. هذا وش فيه مخه بالضبط؟ والله احسه مجنون يا اخي. وش رايك تصلح له؟ والله فكره جيده، يلا صلح له. هاي انتم سيبوه، وش اللي تسوونه؟ والله يا ربيكم استنوا اللي جايكم الحين. ايوه مستر ماس، شوفوا مين جاء. تعال واحنا اللي نربيك، شكلك ما تعودت على الضرب يا ورع، تعال الحين بنربيك احنا. ول شوف وش وراه يا رجال. واو والله معها ساطور، حط رجلك يا ولد. ايه اهربوا يا ورعان، والله اني خوفتهم، والله اني كفو، صح ولا لا يا هبهب؟ ما توقع هربوا منك، هربوا من الساطور. واو ليش الناس جالسين ينظرون لفوق؟ وش اللي you
مستر ماس يلا نهرب يلا. بيتي 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 من هنا. لا 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 اهرب اهرب يا ولدي، لا تخاف علي، اهرب اهرب. مستحيل مستحيل اسيبك هنا مستحيل. مستر دجاجة خذهم اهرب خذهم اهرب. لا تخافي لا تخافي، انا بدافع عنكم وراح انقذك، لا تخافي.